وقفنا في الحلقة اللي فاتت عند استقرار الأوضاع في مصر على إيد المعز لدين الله، وبالرغم من قصر فترة حكمه في مصر اللي كانت بس 3 سنين، لكنه حط حجر الأساس لدولة من أهم الدول مش بس في مصر ولكن في العالم العربي والإسلامي ككل. وبعد موت المعز بتنتقل الإمامة والخلافة للعزيز بالله بطل حلقة النهاردة. فمسك الحكم ازاي بالصدفة، وازاي مصر في عصره كانت في عصرها الذهبي في حقبة الخلافة الفاطمية، ده اللي هنجاوب عليه النهاردة. أنا محمد سعيد من قناة تاريختولوجي، ويلا بينا نحكي حكاية العزيز بالله. في 10 مايو 955 ميلاديا وبمدينة القيروان بتونس، بيتولد أبو المنصور نزار بن معد الملقب بالعزيز بالله، وبيقدم المغرب العربي فترة طفولته وبداية شبابه. ولما بيقرر والده المعز لدين الله نقل مقر الحكم لمصر، بيجي مصر وهو ابن 17 سنة. وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إن هو وصل لولاية العهد والحكم بالصدفة، وبالرغم من إن ترتيبه في وسط إخواته هو الثالث، لكن المعز لدين الله يقرر إن هو يغير العرف في تعيين ولي العهد من أكبر الأبناء للابن الثاني، ودوت بسبب فساد الابن الأكبر اللي كان اسمه تميم، وتعيين عبد الله الابن الثاني في ولاية العهد. ولكن عبد الله بيموت في حياة والده، وبيتم نقل ولاية العهد لنزار أو العزيز بالله. وفي سنة 975 بيموت المعز لدين الله الفاطمي، ويبقى العزيز بالله هو الإمام 15 للطائفة الإسماعيلية، والخليفة 5 للدولة الفاطمية، والثاني على أرض مصر، وهو يدوب عنده 20 سنة بس. وبالرغم من انه كان طفل وشاب مرفه جدا، لكنه كان بيتمتع بذكاء وقوة شخصية، ومن اول يوم ليه في حكم مصر بيظهر انه قد الكرسي اللي قاعد عليه. ومن اول الحاجات اللي بيهتم بيها العزيز بالله كان الجيش، فبيهتم بتسليحه وزيادة عدد قواته. وكان المتعارف عليه ان الجيش الفاطمي بيتكون من العرق المغربي والبربري فقط، لكن العزيز بالله ابتدع شيء جديد، وهو الاعتماد على الأجناس التانية زي الأتراك المرتزقة، وكون بيهم كتائب داخل جيشه، الشيء اللي خلى المغاربة يبتدوا يقلقوا على مراكزهم في الجيش. فابتدت تحصل مشاكل بين المغاربة والأتراك، وهنا تبان ان العزيز بالله رجل سياسي من الدرجة الأولى، فكان بيروح للمغاربة وبيأكد لهم ان هم أهله، وانه من غيرهم هيكون غريب في البلد ديت، وان هم اللي بيحموه وبيحموا كيان الدوله الفاطميه. ويروح للاتراك ويقول لهم ان هم قوه ضربه في جيشه ودراعه اليمين، ومن غيرهم الجيش ينهار، وهكذا بقى من كلام رفع الروح المعنويه. وما كانش بيعين مغربي على قياده كتيبه للاتراك، ولا تركي على قياده مغاربه، فكل جنسيه كانت مستقله بذاتها جوه الجيش. ومع هذا كان ساعه الجد الكل بيبقى واحد تحت الرايه الفاطميه، والجميع بيدين بالولاء ليه. وكمان العزيز بالله كان فارس قوي، بيحضر تدريبات الجند وبيتمرن معاهم، وبيدخل معاهم في المنافسات الرياضية زي الفروسية ورمي القوس والمبارزة، وعلى النقيض تماما، فمع القوة دي كان شخص مرفه جدا، فكان على المستوى الشخصي بيحب مظاهر الطرف، فكان اللبس اللي بيلبسه ما بيلبسوش تاني، وكان بيتعطر بالمسك والعنبر هو والخيل بتاعته، فكان تقريبا بيحمي الخيل بالعطر. وهو أول من أدخل الجواهر والحجائر الكريمة في تزيين العمائم، والطبق اللي كان بياكل فيه مرة ما كانش بياكل فيه تاني. وعلى المستوى الشعبي كان أول حاكم يشارك المصريين الاحتفال بأعيادهم سواء مسلمين أو مسيحيين، وحتى الأعياد القومية المصرية القديمة زي عيد وفاء النيل، وكان بيؤم الناس بنفسه في أغلب صلوات الجمعة، وهو من ابتكر فكرة موائد الرحمن في رمضان، وكان بيمولها من ماله الخاص. وعلى المستوى الديني فاهتم بنشر المذهب الشيعي وتدريسه في جميع جوامع القاهرة والفسطاط، وتشجيع الناس على الانضمام للمذهب الشيعي عن طريق صرف الأموال لدارسي هذا المذهب، وكان بيعين الشيعة في المناصب المختلفة في الدولة، ولكن دوت برضو ما جابش نتيجة مع المصريين خالص، وفضلوا زي ما هم سنة. ومنع صلاة التراويح في المساجد في رمضان في مصر، وبالغ في الاحتفال بأعياد الشيعة. وعلى المستوى الإداري بيحافظ على نفس اللي كان أبوه بيعمله مع أهل الذمة باحتفاظهم بمناصبهم، ولكن الشكاوي فيهم بتبدأ تكتر، وشبهات الفساد حواليهم تزيد،
ولما بيتأكد العزيز بالله من فسادهم بنفسه بيعزلهم من مناصبهم وكمان بيحبسهم وبيصادر أموالهم وبيردها لخزينة الدولة. وعلى الصعيد الخارجي فكانت علاقات الدولة الفاطمية مع جيرانها حاجة سيئة جدا، وبتكون أول الصدمات دي مع الدولة البوهية في الشام. فبيخرج العزيز بالله جيش ضخم جدا بقيادة القائد الكبير جوهر الصقلي اللي بيظهر تاني على الساحة بعد التقاعد في عهد المعز لدين الله. وفعلا بيتمكن القائد جوهر من استرداد دمشق للحكم الفاطمي، ولكن بتناوش دولة الكرامطة في الشام مع جيش الفاطميين. فبيجهز العزيز بالله جيش تاني وبيطلع هو بنفسه على قيادته كدعم الجيش قائد جوهر. وبيتمكن الجيش الفاطمي بقيادة العزيز بالله وجوهر الصقلي من تثبيت النفوذ الفاطمي على الأماكن دي في الشام. مش بس كده، ده كمان العلاقات بتتطور وتتحسن مع الدولة البوهية، وبيحصل سلام بينهم ولكن مشروط. ودايما لأن السلام بيحط شروطه المنتصر، فبيبعت العزيز بالله رسالة للوزير البوهي وزير الخليفة العباسي في بغداد، رسالة بيقول له فيها إنه يوقف الدعاء للخليفة العباسي على المنابر والدعاء لشخصه هو. وفعلا دوت بيتم لشهور عديدة، وطبعا دوت بيكون انتصار عظيم للخلافة الفاطمية برفع رايتها في معقل الخلافة العباسية. وبالمثل بعد استقرار الأوضاع في الحجاز وعودة مراسم الحج تاني بعد ما توقفت بسبب الكرامات لسنين كتير، بيبعت العزيز بالله هدايا كتير جدا وقيمة لشريف مكة اللي بدوره بيقطع الدعاء هو كمان للخليفة العباسي وبيدعو على منبر المسجد الحرام للخليفة الفاطمي. وكمان العزيز بالله بيعمل كسوة جديدة للكعبة بيكون لونها أبيض عشان تختلف عن السودة بتاعت الدولة العباسية. وبينشر دعاة المذهب الشيعي في الحجاز خصوصا في موسم الحج لاكتساب أعداد كبيرة منهم وتحويلهم للمذهب الشيعي. وبالصدفة بيمسك الحكم في اليمن أسرة شيعية، فبيبعت ليهم العزيز بالله هدايا كتير جدا بيهنيهم على الحكم ويطلب الدعاء باسمه على المنابر في اليمن. وكمان بيساعد الأسرة الحاكمة في اليمن في نشر المذهب الشيعي هناك بأن هو بيبعت لهم دعاء كتير جدا لنشر المذهب الشيعي، وفعلا بيتحول جزء كبير جدا من أهل اليمن في الفترة ديت للمذهب الشيعي الإسماعيلي. وعن طريق بعض التجار اليمنيين بيتم نشر المذهب الشيعي في الهند، واللي لسه مذهب الإسماعيلي موجود هناك لحد النهاردة باسم الهنود البهرة، وهم اللي اهتموا بترميم مسجد الحاكم بأمر الله في العصر الحديث. وفضل اسم العزيز بالله بيتردد على المنابر طول عهده في مصر والشمال الأفريقي بالكامل غير بغداد والشام واليمن والحجاز، وده كان أكبر مجد سياسي وعسكري بتوصل له الدولة الفاطمية طوال حكمها. وكان للنساء دور مهم جدا في حياة العزيز بالله. فأول واحدة كانت أمه السيدة المعزية أو الملكة تغريد زوجة المعز لدين الله، وكانت بتتمتع بشخصية قوية جدا وذكاء إداري على أعلى مستوى، وكان ليها قوافل تجارية من منها الخاص وكانت بتتابع أمورها بنفسها، وأحيانا كتير جدا كان بيستشيرها العزيز بالله في الأمور السياسية وكان دايما بيطلع رأيها صح. والمرأة التانية كانت زوجته السيدة العزيزية واللي كانت من أصول بلغارية وكانت بتدين بالديانة المسيحية، وهي اللي أنجبت لي ابن المنصور اللي بيكون بعد كده الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي بعد موت والده، وأنجبت لي كمان بنته ست الملك. وطلبت منه العزيزية إن هو يجيب إخواتها الذكور، وبالفعل بيعين واحد مطران على كنيسة القدس والتاني بطريرك على كنيسة الإسكندرية. والسيدة التالتة في حياة العزيز بالله كانت بنته ست الملك، واللي كانت شخصيتها قوية جدا زي والدتها وبتتمتع بذكاء شديد، واللي كان ليها دور مهم جدا في الإفراج عن عيسى بن نستورس عامل الجباية المصري اللي ثبت ان هو كان فاسد، لكنها بتتوسط عند والدها وبيتم الإفراج عنه وبيرجع كمان لمنصبه لكن بعد فرض قيود عليه علشان ما يرجعش للفساد تاني. وفي عهد أخوها الحاكم بأمر الله بيكون ليها دور بطولة زي أخوها بالظبط، بل بالعكس دورها في الدولة بيكون أهم منه، وده اللي احنا هنتعرف عليه في الحلقة الجاية ان شاء الله. نرجع تاني للعزيز بالله اللي كانت علاقاته مع البيزنطيين طيبة جدا لدرجة ان هو خلى الحاكم البيزنطي يبني جامع للمسلمين في القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية، ويؤمر بالدعاء للعزيز بالله على منبره كمان.
يمكن العلاقة كانت كويسة بين البيزنطيين والفاطميين بسبب وجود الدولة الحمدانية جغرافيا بينهم، ولكن بعد سقوط الدولة الحمدانية بيستولى البيزنطيين على حلب وحمص وكمان بيحصروا دمشق، فكان لازم الفاطميين يتحركوا لإنقاذ ملكهم في الشام. وفعلا بيكون العزيز بالله اسطول بحر ضخم، ولكن الاسطول بيتحرق قبل ما يتحرك، فبيجهز اسطول جديد، ولكن الاسطول اغلبه بيغرق في البحر المتوسط قبل ما يوصل لنجدة الشام. ما بيقس العزيز بالله وبيكون اسطول ثالث، ولكن زي ما يكون ربنا مش كاتب ان الحملة دي تتم، فبيشتد المرض على العزيز بالله وبيموت في مدينة بلبيس سنة 996 ميلاديا، عشان يكمل حروب البيزنطيين من بعده ابن المنصور او الحاكم بامر الله، واللي هيكون بطل الحلقة الجاية. وبموت العزيز بالله بينتهي العصر الذهبي للخلافة الفاطمية، وتبدأ الدولة الفاطمية في مرحلة جديدة مع حكام ضعاف او مجانين بالمعنى الحرفي للكلمة، وده اللي هنتعرف عليه في الحلقات الجاية ان شاء الله. وبكده هنكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة عن العزيز بالله، فلو كنت وصلت معانا لحد هنا فده معناه ان الحلقة عجبتك، فما تنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب لو اول مرة تشرفنا على القناة، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من حلقاتنا اول باول. كان معاكم محمد سعيد من قناة تاريختولوجي، واستنونا في حلقة جديدة، وسلام.